السلام عليكم. المحاضرة المدرج قد خامسة سادسة سابعة، المهم Fascial Compartment of the leg. راح نسولف اليوم كله على الساق مالتنا وشون هي تتقسم إلى Compartment، إلى Interior وإلى Lateral وإلى Posterior Compartment. والPosterior Compartment هما تنقسم إلى Deep Posterior Compartment وإلى Superficial Posterior Compartment. ودائما من نسولف على كومبارتمنت لازم اكو فت فاشية تفصل بين كومبارتمنت وكومبارتمنت اخرى. خلينا نسولف الملزمة مالتكم، نسوي هذه. اوكي، دي فاشية سراوند دي ليك، اكو دي فاشية داير مدايرها ومحوطة الليك، وهي عبارة عن continuation، عبارة عن امتداد للدي فاشية مالت الثاي. يعني هي نفسها دي فاشية مال الثاي راح تنزل لي جوا وتكون هي عبارة عن دي فيشة ودي ليج. زين، جوا التيبيال كوندايل تنزل من صنب الليج، صنب التيبيال كوندايل سواها، راح يصير اكو اتاتشمنت للبيريوستيوم للعظام مال التيبيا على جهة الميديال والانتيريور بوردرز. يعني اذا تباوع هنا هسه هذا الانتيريور بوردر اكو اتاتشمنت، ماشي، وهنا الميديال هماتين اكو اتاتشمنت، فهذا المقصود به انه دي فيشيا راح تكون لازقه على الميديال بوردر اللي هو هذا والانتيريور بوردر اللي هو هذا مالت التيبيا. زين، واكو همتين تو انتر ماسكولار سبتا، هذه هسه مو دي فيشيا مال الليك، طالع من عندها اثنين سبتات انتر ماسكولار، واحده نسميها بوستيريور انتر ماسكولار سبتا، واحدة interior intermuscular septa. اوكي، واحدة بوحدة. اذا تباوع عليهن هسه ايش صار؟ ايش صار عندك؟ صار عندك interior compartment، وصار عندك lateral compartment، وصار عندك posterior compartment. هذه كلها، والposterior هذه تنقسم الى deep والى superficial. خلينا نوخر هاي الهوسة. Two intermuscular septa pass from its deep aspect to be attached to the fibula. اثنين لازقات بالفيبيولا هذه وهذه. These together ويا interosseous membrane، طبعا بالمناسبة هذا interosseous membrane ما حكينا عليه، هسه راح نحكي عليه. هو عبارة عن membrane، مثل ما كان اكو membrane يفصل لك ال radius عن ال ulna، همتين كان اسمه interosseous membrane بالupper limb. هنا همتين اكو interosseous membrane، فهذه وهذه ويا الانتروسيس ممبرين راح تسوي لك 3 compartment. Divide the leg into 3 compartments interior, lateral, and posterior. وكل واحد لها المسلز مالتها، البلد سبلاي مالتها، والنيرف سبلاي مالتها. زين، الانتروسيس ممبرين، the interosseous membrane binds the tibia and fibula together. لازق لك التيبيا والفيبيولا together. وهماتين يعطيك attachment for neighboring muscles. اكو عضلات راح نشوف قسم من عندها تكون هي عبارة عن يعني لازقة لزق بالانتروسيس ممبرين، سواء من الانتيرير أو من البوستيرير، مثل البوست شو اسمه تيبيالس بوستيرير على سبيل المثال راح ناخذها اليوم، فيوفر اتاتشمنت كذلك. زين، رتيناكيلا اوف ذا انكل، مثل ما كان عندنا همتين فلكسر رتيناكيلم موجود فوق بالابر لمب، همتين هنا عندنا رتيناكيلا، وهنا شوية هن أكثر يعني بالحقيقة. فخلي نشوفهن اللي هن هذن. الريتيناكيلا أو ثيكنينج هن عبارة عن تثخنات مالت الديب فيشيا، أوكي؟ That keep the long tendons around the ankle joint in position and act as pulleys. إذا تباوع هذن، هذا هسه الريتيناكيلا، هذا هو عبارة عن ثيكنينج اللي تشوفه، هذا همتين عبارة عن الريتيناكيلا. وهذا يعني عبارة عن حرف واي تقريبا صاير الشكل مالته. هذني يشتغلن شنو؟ مثبتات للتندنات مال العضلات، ويشتغلن مثل البكرات، كأنما بكرة جاي التندن هيجي، وهذا الريتيناكيلا لازم بمكانه ومسوي كأنما مثل إعادة توصيل هيجي، ومخلي التندن يوصل إلى الأصابع. وهماتي راح نشوف هذني العضلات شنو أساميهن. زين، superior extensor retinaculum، من اسمه extensor يعني راح يكون بالextensor surface اللي هو هذا، ماشي. زين، is attached to the distal ends of the interior borders of the fibula and tibia.
هاي من هنا التيبيا وهاي من هنا الفيبيولا، فهو لازق بيناتهن بال ديستال اندز مالتهن، النهايات البعيدة. زين، انفيريور اكستنسور ريتيناكيلم اللي هو يكون از واي شيبد، الشكل مالته مثل حرف الواي، هذا اللي شفناه. اوكي زين، اوكي هو نتفصل يعني بس ثواني. اوكي نكمل. وين وصلنا؟ الانفيريور، ها وهماتين، هذا وين راح يكون؟ located in the front of the ankle joint، هذا هنا هو الانكل جوينت، وراح يكون بالامام. زين، fibrous bands separate the tendons into compartments. اذا تباوع هذني ويا هذني، اكو هنا هاي مثل الكبسولات او مثل الجوينتات، هذني اللي حاط لك اياهن بالوان يعني شويه مختلفه، تسخنات هاي جاي تفصل لك التندينات، كل تندين واحد مسوية لك اياه كومبارتمنت، each of which is lined by a synovial sheath. كل واحد اذا تشوف هذن التندينات، هذا هسه محوط بهذا الساينوفيال شيث، اكو غشاء ساينوفيال يحيط لك هذا بهذا ونفرق لك هذا عن هذا وهكذا، نفرق لك تندن عن تندن. زين، فلكسر ريتيناكيلم، هسه كملنا الاكستنسرات اللي هن واحد واثنين، خلينا نشوف الفلكسر اللي هو هذا. هذا هسه دمبار على الميديال سايد، هذا الميديال ماليولس، هذا الفلكسر ريتيناكيلم. زين، the inferior وين هذا عفوا، the flexor retinaculum extends from the medial malleolus، جايك من الميديال ماليولس وجاي الى عظمه الكالكينيوس، هذا نسميه هذا العظم مالت الكعب نسميه كالكينيوس. downward and backward، جاي من هنا الى الخلف والى هماتين للاسفل دا ينزل. to be attached على مودي الزق بالميديال سيرفيس مالت الكالكينيوم، هذا العظم مالت الهيل مالت الكعب نسميه كالكينيوم او كالكينيوس. زين، it binds the tendons of the deep، طبعا هاي صوت الاسعاف يعني بالمستشفى تقريبا كلمه اي راح. زين، it binds the tendons of the deep muscles of the back of the leg، هنا هاي التندينات زائدا الارتري النيرف الفين الى اخره كل هنا راح يجن من الباك من خلف الليج ويجن يفوتن هيجي ماشي. زين، it binds the tendons of the deep muscles of the back of the leg to the back of the medial malleolus، راح يجن هنا خلف الميديال ماليولس كل هنده يمشن خلفه. as they pass forward to enter the sole، وكل هنده ماتين راح يفوتن ويطبن في باطن القدم نسميها السول. the tendons lie in the compartment each of which is lined by synovial sheath، هم ماتين اذا تباوع هنذني كل واحد قاعد بسينوفيال شيث، هذان التندنات محاط بغشاء داير مداير، فصايرات عباره عن كومبارتمنت مفصلات كل واحد واحد. زين، بعد عندك ريتيناكيلم على اللاترال سايد، خلينا جنبه على هاي اللاترال سايد، هذا اللاترال ماليولس، هذا اللي تباوع على هذا النتو العظم اللي يكون على اللاترال سايد تقدر تتحسسه. اكو هنا تو ريتيناكيلا، واحد راح يكون سوبيريور اللي هو هذا سوبيريور بيرونيال ريتيناكيلا نسميه عفوا، وواحد inferior peroneal retinaculum اللي هو هذا. the superior peroneal retinaculum connects the lateral malleolus، جاي رابط لك ال lateral malleolus اللي هو هذا ويا ال lateral surface مالت من مالت الكالكينيوس نفسه، هو العظم مالت الكعب. it binds the tendons of the peroneus longus and the pubis، اكو عضلتين اللي هن بيرونيوس بريفيس وبيرونيوس لونجس، هذين الاثنيناتهن راح يفوتن اما طبعا عندنا راح ناخذ عندنا عضلتين هنا صايرات باللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج اثنيناتهن. اوكي فراح يمشن سوا ويطبن اذا تباوع لهن هماتين بنفس الشيث، راح يكون بالبدايه فهنا راح يفوتن بنفس الشيث، ومن ينزلن هنا بالانفيريور بيرونيال ريتيناكيلم لا كل واحد راح يكون بشيث واحد، يعني خوش رسم خوش صورة هسه راح اعطي لك. زين، وين وصلنا؟ it binds the tendons of the peroneus longus and the pubis، هذين العضلتين to the back of the lateral malleolus، جايات خلف ال lateral malleolus. زين، the tendons are provided with a common
synovial sheath. بالبداية هنا راح يكون الاثنيناتهم نفس الشيث هنا أنا فوق. أوكي خليه واخذه على مرتباوع زين. نفس الشيث بس هنا أنا راح ينقسمن من يوصلن للانفيرير وتيناكيلا أو انفيرير بيرونيال وتيناكيلا. زين انفيرير بيرونيال وتيناكيلا binds the tendons of the peroneus longus and the peristhenatum. هماتين هم وين لازم هنسوى؟ هماتين on the lateral side of the calcaneus. على الجهة اللاترال مالت الكالكينيوس اللي هو هذا ولا تشوف منفصلات هنا. The tendons each possess a synovial sheath. كل واحد يملك synovial sheath واحدة خاص به. Which is continuous above with the common sheath. إنها عبارة عن امتداد للشيث الفوقاني. فأريدك تتمعن وتباوع على هذا الشيث. من فوق هو شنو هو common. رابطه نسوه. من جوه منفصلات كل واحد واحد. فضلت واحد. زين هسه راح نسولف على front of the leg. الساق مالتك الأمام مالتها. The interior compartment. هاي هنا أنا راح نسولف. أوكي. خلي شوية أشوف الصورة زينة. بالبداية طبعا راح نسولف على cutaneous innervation مالتها. اللي هي هذه ومن يغذيها زين cutaneous innervation the lateral cutaneous nerve of the calf اللي هو هذا lateral cutaneous nerve of the calf ما تسموه lateral sural cutaneous nerve يعني زين هو branch منين من الكمان peroneal nerve هسه لاحظ خلي ارجع لك شويه sciatic nerve ينقسم الى كمان peroneal nerve وإلى tibial nerve هاي دا أذكرك به أوكي الكمان peroneal nerve يعطيك عدة برانشات رئيسيات هن اثنين superficial peroneal وكمان عفوا وديب peroneal nerve زائدا يعطيك هماتين cutaneous branches اللي هن lateral cutaneous nerve of the calf إذن هو branch من الكمان peroneal nerve يعطيك supplement المن للسكن مالت الـ upper part of the lateral surface of the leg يعني هاي المنطقة يغذي لك إياها منه الـ lateral cutaneous nerve of the calf زين عندك كذلك هماتين الـ superficial peroneal nerve اللي هو أنا استوني قلت لك هو عبارة عن يعني يعتبر فرع رئيسي من الـ common peroneal nerve وهو هذا بالحقيقة بالبداية يغذي عضلات بعدين النهاية مالته هاي تشوف هنا من أنا طالع هاي النهاية مالته راح تغذي لك الجزء اللاترال الانثيريور مالت الليك أوكي لاترال وانثيريور انثيريور of the leg إذن القسم اللاترال يغذي اثنين واحد لاترال شغل كوتينيس نيرف وواحد كمان أو عفوا سوبرفيشال بيرونيال نيرف زين بينما الميديال لا هذا يغذي اللي هو شو اسمه ها اوكي احنا سولفنا على طبعا شو اسمه صحوني سولفنا انه هنا راح يكون اللاترال كيوتينس نيرف وهنا راح يكون السوبرفيشال بيرونيال نيرف على الميديال سايد راح يكون كله السافينس نيرف من الامام السافينس نيرف ابرانش منين جاي الفيمال نيرف انت ذاكرتك بعد انت ضميرك تتذكر وما تتذكر من الفيمال نيرف supplies the skin of the interior medial surface of the leg interior medial surface زين بالنسبه للفينات فهنا مو فد شيء يعني مهم انه سولف عليه انه فينات صغار numerous small veins curve around the medial aspect of the leg and ultimately اخر شيء راح يجي يصبون وين بالجريت سافينس فين هذا الجريت سافينس فين اللي كنا نسولف عليه يمشي من امام الميديال ماليولاس ويصعد واخر شيء ويصعد فوق ويطوب السافينس اوبننج المهم اكو فينات هيك شيء يجي ويصبون به فضلت واحد يعني زين الليمفازلز هماتين مو من يعني الاشياء المهمه انه نسولف عليها اغلب الليمفاتيك فازلز لو هي الليمفاويه شو هذه اوكي The greater part of the lymph vessels وإلى آخره وين تصب بالupward and medially باللمفاتيك vessels اللي يمشن ويا the great saphenous vein أغلب اللمفاتيك vessels مالت الليج مالت الانتيريور ليج يمشن ويا great saphenous vein ماشي وبعدين آخر شيء وين ينتهن
ننتهي بالفيرتيكال جروب مالت السوبرفيشال انجوينال لينف نودز. اذا تتذكر قلنا السوبرفيشال انجوينال لينف نودز اكو طبعا ديب اكو سوبرفيشال، وسوبرفيشال تنقسم الى فيرتيكال والى هوريزونتال. المهم كليج وين تروح او تصب بالفيرتيكال جروب مالت السوبرفيشال انجوينال لينف نودز. زين وعندك قسم قليل من الاوعيه اللمفاويه، هذه راح تصعد على الابر لاترال بوردر، منها تصعد على هذا الجانب اوكي، وبعدين اخر شيء تمشي ويا من ويا السمول سافينس فين وتنتهي بالبوبليتال لينف نودز. طبعا انت اذا تتذكر السمول سافينس فين هو فين يبدي من اللاترال ارش، يعني من الدوزال ارش او ذا فوت، الدوزال فينس ارش او ذا فوت على اللاترال سايد مالته، ويمشي بيهايند للماليولس لاترال ماليولس ويصعد وينتهي وين بالبوبليتال فين. اكو شويه فاريشن طبعا هماتين راح نحكي عليه اليوم بالمحاضره، بس عموما هو اغلب الاحيان ينتهي بالبوبليتال فين. زين كونتنتس اوف ذا انتير، يمكن كملنا اي كونتنتس اوف ذا انتير فاشل كومبارتمنت اوف ذا ليج، ايش راح القى؟ عضلات اكيد، انت بالبدايه دائما نسولف عضلات مسلز. خلي نشوف صوره زينه اللي هي هذه، وهي الصوره يعني نوعا ما جيده جدا تعتبر. عندك تيبيالس انتيرير هاي الخضر، وهذا التندن مالتها نازل والى اخره ماشي، وعندك الاكستنسر ديجيتورم لونجس هذه، وهي من اسمها اكستنسر راح تسوي اكستنشن للاصابع وللقدم هماتين، وهاي مالتها التندنات منتهيه بالاصابع. وعندك لا هذه البنفسجيه العضله اللي هي اكستنسر هالوسس لونجس، طبعا هالوسس او هالوكس معناتها الاصبع الكبير باللاتيني، واكستنسر يعني راح تسوي اكستنشن، ولونجس لان هي يكون طويل. العضلات عفوا تيبيالس انتيريور اكستنسر ديجيتورم لونجس بيرونيوس تيرشيوس، هاي هسه اشوف لك اياها عضله تافهه كلش ما حد يحترمها ما حد يسولف بيها، والاكستنسر هالوسس لونجس ثلاثه شفناهن، الرابعه هسه اشوف لك اياها اللي هي هذه عضلة صغيرة ما حيجيبها بالطاري، حتى بس هنا أنا محطوطة وما حد حاتش عليها ولا حاط لك إياها بالصورة، أوكي؟ فيعني بس هيجي. بعد ها بالمناسبة طبعًا ليش يسموها بيرونيوس تيرشيوس؟ تيرشيوس معناته ثلاثي، لأن أكو بعد اثنين أكبر من عندها، أكو بيرونيوس لونجس وأكو بيرونيوس بريفس، قبل شوية حكينا عليهم، راح نشوفهم همتين، لأن عضلتين تابعات للاترال كومبارتمنت أوف ذا ليج. زين، بلود سبلاي من الانتيريور تيبيال أرتري اللي هو برانش من البوبليتال ارتري، والبوبليتال ارتري هو تكملة الفيمورال ارتري، اوكي؟ اريدك تربط. زين، نيرف سبلاي الديب بيرونيال نيرف. ديب هو جاي من الكمون بيرونيال نيرف، الكمون ينقسم الى سوبرفيشال والى ديب. الديب راح يغذي لك الانتيريور، السوبرفيشال راح يغذي لك اللاترال كومبارتمنت. زين، ارتري اوف ذا انتيريور فاشل كومبارتمنت اوف ذا ليج. ذا انتيريور تيبيال ارتري. هو هذا اللي راح يغذي لك، هو يعتبر smaller of the terminal branches of the popliteal artery. انت من راح تجي هسه وينه هذا هاي دمباو هسه from the posterior aspect، هذه posterior view، هذا popliteal artery راح يجي، راح ينقسم الى anterior tibial artery. خلي ببالك هذا الشيء وشوف شلون راح يفوت بهذا الانتروسيس ممبرين، راح يجي اكو فتحه بي ويفوت وعبر للانتيريور كومبارتمنت. وعندك البرانش الثاني اللي هو البوستيريور تيبيال ارتري، هذا طبعا البوستيريور تيبيال ارتري يعطي برانش كبير كلش اسمه فيبيولار ارتري، او الى اسم ثاني بيرونيال ارتري، منطقه بيرونيال مو تشتبه يعني هو نفس الفيبيولار ارتري اوكي. فاذا Anterior tibial artery, posterior tibial artery. Posterior tibial artery راح يعطيك الفيبيولار artery، وهاي التكمله مالته هو posterior tibial artery. طبعا يعطي جوها مالتين برانش بعدين نسولفهم، بس ما يرسمن بالصوره دائما يحطوهم. هذا هسه الانتيريور تيبيال artery طلع وجه فات بالopening مالت الانتر اوسيس ممبرين. اذا هو smaller terminal branch مال popliteal artery. It arises at the level of the lower border of the popliteus muscle. هذه popliteus muscle جواها اللور بوردر طلع من هنا ظهر. زين and passes forward into the interior compartment، عبر الانتيريور كومبارتمنت عن طريق الاوبننج ان ذا ابر بارت، الفتحه اللي موجوده بالجزء العلوي مالت الانتر اوسيس ممبرين مثل ما تنشوفه هنا. زين it descends on the interior surface of the inter osseous membrane، راح تمشي على الانتر اوسيس ممبرين، حال الارتري اللي كان موجود عندك بالابر لمب، هم كان عندك ارتري يمشي على الانتر اوسيس ممبرين.
زين منو يمشي وياه؟ accompanied by the deep peroneal nerve. يمشي وياه منو؟ ال deep peroneal nerve. زين in the upper طبعا in the upper وين احنا in the upper part of the cortex it lies deep beneath the muscles of the compartment. ماشي in the lower border بالcortex راح تكون superficial in the lower end of the tibia. يعني انت فوق فوق بالأبر الكابر كورس مالت اسمه الانتيريور تيبيال ارتري راح تكون بنيث ذا مسل جوه العضلات جوه من راح توصل نهايه الليج. خلي اشوف لك صوره بلكي القى. يعني هنا راح تكون هي مدفونه جوه العضلات, هنا راح يكون لا سوبرفيشال ظاهري وقاعد على العظم العظم التيبيال. وين وصلنا؟ زين in the lower part it lies superficial in front of the lower end of the tibia superficial فوق على النهاية مالت التيبيا. زين having passed behind the superior extensor retinaculum it has the tendon of the extensor hallucis longus on its medial side and the deep peroneal nerve and tendon of the extensor digitorum longus on the lateral side. من راح تجي هاي الجسمة الارتري وراح يعبر بالإكستنسور تيناكيلم اللي هو هذا, شوف superior extensor tenaculum هنا تقريبا هذا عفوا هذا هنا من راح تعبر راح يكون على الميديال سايد مالت الارتري راح يكون عندك it has the tendon of the extensor hallucis longus هذا اللي هو التندن مالت الإكستنسور hallucis longus صاير على الميديال سايد مالت. زين على اللاترال سايد عندك النيرف راح يكون ما ادري مبين بالصوره هنا لو لا, بس هو هذا هذا الخط الصغيرون كلش هاي الشعرايه صاير على اللاترال مالت الارتري هي سائدا التندن مالت الاكستنسور ديجيتورم لونجس. اذا تيبيال ارتري على الميديال سايد الاكستنسور التندن مال الاكستنسور هالس لونجس, على اللاترال سايد الديب برونيال نيرف زائدا التندن مالت الاكستنسور ديجيتورم لونجس. زين هنا تقدر راح تتحسسه, تقدر تحس البلس مالت الارتري مالت التيبيال ارتري بس مو كلش تقدر تحسه, لازم شوي تنزل جوا بعد. It can hear its palpation can easily be felt, تقدر تتحسسه بسهوله بالانسان العايش. زين in front of the ankle joint هنا من راح تعبر يم الانكل جوينت هنا صارت كباره راح تتحول الاسم مالتها راح يتحول الى dorsal spinous artery فهو بس نفسه مجرد تيبيال ارتري بس مجرد صار يم الانكل جوينت امامه راح يتسمى دورسالس بيديس ارتري. زين البرانشات مالته بكل سهوله دائما هو يعني عفوا شو اسمه ارتري طويل, ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك ماسكلر برانشز يعطي لكل العضلات اللي داير مداير ويعطي انستوماتيك برانشز, برانشات تسوي انستوموسز حول منه حول الني جوينت وحول الانكل جوينت بكل بساطه. زين اكو فينات مصاحبة إلى أي أكو نسميها دائما شنو فيني كوميتنتس of the anterior tibial artery هذا من الفينات اللي تمشي وياه هو نفس الاسم دائما anterior tibial artery نفسه راح يقابل anterior tibial vein. يعني زين هذا الفين راح يكون صاعد هو بالعكس تعرفون الارتري ينزل الفين صاعد. زين join those of the posterior tibial artery راح يصعد فوق ويتحد ويا posterior tibial vein ماشي اللي هو يقابل البوستيريور تيبيال ارتري وين بالبوبليتال فوسا على مود يكون لك البوبليتال فين. فهو تعرفون انت دائما الفين يكون عكس الارتري, الارتري ينقسم الى برانشين ايش اسمه الفين لا هن برانشين ويتحدن ويكون العكس والمسميات هي نفسها. النيرف سبلاي مالت الانتيريور كومبارتمنت مالت الليج منو؟ ديب برونيال نيرف. هسه تونا قلنا خلينا نسولف على الكورس مالته شويه. ذا ديب برونيال نيرف خلي شويه نشخبط زين is one of the terminal branches of the common peroneal nerve. common peroneal يعطيك deep و superficial. اوكي منين جاي common؟ اعيد واقول من السياتيك, السياتيك اللي هو ينقسم الى tibial والى common. زين it arises in the substance of the peroneus longus muscle. راح نشوف طبعا البيرونيوس لونجس مسل هي بيها راح يظهر هذا النيرف ويمشي بيها اصلا. فهمنا انا يقول لك arises in the substance يعني يمشي بهاي بالعضله بنصها of the peroneus longus muscle.
on the lateral side of the neck of the fibula. وهاي شفناها احنا يمكن اللي هي هذه شوف هنا انا وقلت لك همتين دائما من تنكسر الفيبيولا من تنضرب الى اخره من مرات رجلك تنحصر مثلا تحصرها او تخلي وجل على وجل لمده طويله كذا راح تحس اكو فتخدر في مناطق معينه يفترض انه تحفظ نت المناطق المعينه ويا الوقت طبعا ليش هنا لان يصير عندك كمان بيرونيال نيرف انجري او كومبريشن او الى اخره فده يصير عندك الخدر زين The nerve enters the anterior compartment by piercing the anterior fascial septum. تعال. هاي anterior fascial septum. هاي fascial septum اللي حكيت لك عليه. هاي posterior fascial septum نسميها. اوكي. هنا راح يجي النيرف هو جاي من هنا وراح يخترق ال anterior fascial septum. وراح بعد منه صعب الانتيريو كومبارتمنت وراح يغذيه اوكي فمن هنا يخترق يعبر من هنا خليني ارسم لك من هنا راح يخترق انتيريو فيشال سبتم ويمشي هنا ويغذي لك الانتيريو كومبارتمنت زين باي بيرسينج ذا انتيريو فيشال سبتم it then descends deep to the extensor digitorum longus muscle راح يمشي اعمق يعني جواها جوا منه الاكستنسور ديجيتورم longus. أول شيء لازم تعرف first lying lateral المن للأرتري تبيال أرتري قبل شوي حكينا عليه بالبداية راح يكون lateral إلى بعدين راح يجي يكون interior to it بعدين مرة ثانية يرجع يكون lateral to it مثل ما قبل شوية حكينا هنا خلي أنزل أشوفك الصورة اللي هي هذه مو يعني هسه هم هذولا شوف بالبداية هذا الديب بيرونيال نيرف صاير لاترال للارتري اجى هنا تقريبا بهاي المنطقه يكون انتيريور تو ات امام الارتري بعدين يرجع مره ثانيه يصير لاترال تو ات زين اند فاينلي لاترال تو ذا ارتري ذا نيرف باسس بيهايند اكستنسور ريتيناكيلا هاي متفقين عليها انه كنا كلها نيمشن خلف الريتيناكيلا البرانشات هو نيرف شو راح يعطي؟ يعطي برانشات للعضلات ماسكولار برانشز المن للتيبيالس انتيريور للاكستنسور ديجيتور لانجس للبيرونيوس تيرشس والاكستنسور هالاسس لانجس نفس هنا العضلات مالت الانتيريور كومبارتمنت هو راح يغذيهم وكذلك مارتين يعطيك ارتيكيولار برانشز من تسمع ارتيكيولار برانشز معناته برانشات للجوينت منو انكل جوينت هسه خلصنا الانتيريور راح نسولف على اللاترال كومبارتمنت راح نسولف على هذه الفوق هاي اللاترال كومبارتمنت هذه هنا راح نلقى هماتين عضلات وانه مو هنا عضلتين بس يعني زين كمسلز بيرونيوس لونجس اللي قلت لك عليها هو بيرونيوس بريفس وحده طويله وحده قصيره الثالثه مالتها بيرونيوس منو تيرشس اللي حاسبيها على اساس بالانتيريو كومبارتمنت اكو كتب تحسبها باللاترال كومبارتمنت المهم البلد سبلاي برانشز تجي برانشات من البيرونيال ارتري البيرونيال ارتري منو؟ تعال حبابة تنسى استونا حكينا عليه هذا شوف هذا البوبليتال ارتري اجى انطى انتيريور تيبيال ارتري وانطى بوستيريور تيبيال ارتري هذا البرانش هذا اللي تشوفه هو نفسه هذا فيبيولار ارتري هو نفسه بيرونيال ارتري اوكي البرانشات من عنده راح تروح وتغذي اللاترال كومبارتمنت النيرف سبلاي سوبرفيشال بيرونيال نيرف اللي هو البرانش الثاني مالت الكمان بيرونيال نيرف كمان اعيد واقول يعطيك سوبرفيشال ويعطيك ديب الديب لللاترال كومبارتمنت عفوا الديب للانتيريور كومبارتمنت السوبرفيشال لللاترال كومبارتمنت نفس الوقت السوبرفيشال النهايه مالت شنو راح تكون؟ راح تكون كيوتينيوس تغذي لك شو اسمه السكن يا سكن هسه بدي شويه نشوفها زين muscles of the lateral facial compartment of the leg عضلات خلينا نسولف عليها The peroneus longus will prevent اثنيناتهم شو يسوون؟ يسوون flexion of the foot. أنا أريدك تحفظ ال شو اسمه وأنا سابقا حاكي على الموفمنت يعني حقيقة فأرجع مرة ثانية. طبعا هسه هذه أنا مو شو اسمه هذه هي إيفيرجن خلي أنا أريدك تعرف أول شيء الفلكشن خلي أبحثها هسه. أريد أشوفك ريفليكشن خاف ناسيها شوف عيني
هاي الحركة للأعلى نسميها فلكشن أو دوسي فلكشن، على مود نكون دقيقين، دوسي فلكشن. إذا لي جوا مثل دوسة البنزين بلانتر فلكشن، أوكي هاي لازم تربطها زين، أريدك تعرفها مالتين الإيفيرجن والإنفيرجن. باوع لي هاي الحركة، باطن القدم مالتك من تخليه للداخل هاي إنفيرجن، من تخليها للخارج هي إيفيرجن، أوكي؟ فرق حرف واحد أو حرفين، إنفيرجن وإيفيرجن. الإيفيرجن من يسويها؟ هن المسلز مالت اللاترال كومبارتمنت، أوكي؟ بالإضافة يسوون همتين دورسيفليكشن. إيفيرجن من يسويها؟ بيونس لونجس وبيونس بريفس. Both the other thing is an inflection of the foot بال ankle joint ويسوون eversion. أريدك هذا تعرفه، ما لك علاقة بهاي الدوخة راح نحكيها. Evert the foot at the subtarsal and transverse tarsal joints، هاي الدوخ نفسك بيها حقيقة يعني مش خلط، ما راح يجي عليك، بس أريدك تعرف شنو eversion شنو flexion من يسويهن. مهم جدا تعرف ال eversion تسوي لك إياها ال lateral muscle compartment. كذلك they also play an important role in holding up the lateral longitudinal arch in the foot. هذه يعني يحتاج ممكن أشوفك صورة اللي هي هذه. شوف الفوت مالتك بيها arches، واحد يسموه lateral longitudinal arch، واحد يسموه medial longitudinal arch، واحد يسموه transverse arch. طبعا هن الارشات عباره عن ارشات عظميه، يعني مو تتخيلهم في شيء، لا هن ظن الاقواس حتى تقدر تشوف يعني برجلك هسه، اذا تشيل رجلك وتباوع لهن، هن هذن اقواس موجودات بالعظام تقوسات. فدا يقول لك انه هاي العضله شو تسوي لك؟ تثبت لك هاي الارشات العظميه. Important in holding up the lateral وتحافظ لك على هذا الارش. طبعا هذا الارش بيه يعني فائده فيزيائيه انه يخلينا نمشي مسافات طويله ما نتعب. فشوف الناس اللي رجليهم ما بيها هذا الارش، هاي شو اسمه الاقواس اللي برجليهم يتعبون بسرعه من يمشون. ف important in holding up the lateral longitudinal arch in the foot. وكذلك البيرونيوس لونجس تندن serves as a tie، مثل الربطه، لازم يلزم منه الترانسفيرس arch of the foot. فاذا اللونجيتودينال arch عموما تلزم المصلات، وعندك الترانسفيرس ارش تلزم البيرونيوس لونجس تندن. فيعني هو الكلام هذا مو ذيك الاهميه، بس يعني موجود عندك في المحاضره فنحكيه زين. الارتري اوف ذا لاترال فيشال كومبارتمنت منو؟ هن برانشات مثل ما قلنا، منيل من البيرونيال ارتري. البيرونيال ارتري منين؟ اعيد واقول هو برانش من البوستيريور تيبيال ارتري، which lies in the posterior compartment of the leg. هاي علي من ديرتش على البيرونيال artery، هو صاير وين؟ بالposterior compartment. ولكن البرانشات مالته تطلع وتخترق هذه الانتروسيوس ممبرين، which lies in the posterior compartment of the leg pierce the posterior facial septum. عفوا مو الاوسيوس ممبرين، لا الاوسيوس septum، هذا اللي خليني اشوف لك اياه، هذا posterior facial septum، هذا اللي من هنا. اوكي من هنا خلي ارسم لك اياها، هاي اللاترال كومبارتمنت ماشي عيني. عندك هنا راح يكون البيرونيال ارتري يعني بهالمنطقه بالبوستيريور كومبارتمنت، فتطلع من عندها برانشات تخترق البوستيريور فاشيال سبتم وتطب لللاترال كومبارتمنت وتغذي العضلات مالتها اللي هن عضلتين مو هوايه زين. كنيرف منو يا نيرف؟ superficial peroneal nerve كنا منين جاي؟ أعيد وأقول من الكامون peroneal nerve. The superficial peroneal nerve is one of the terminal branches، واحد من البرانشات النهائية مالت الكامون peroneal nerve. It arises in the substance، يطلع أو يظهر أو يبرز أو يبزخ، كل هذين مصطلحات. In the substance of the peroneus longus muscle، يطلع ويمشي بنص هاي العضل peroneus longus. When on the lateral side of the neck of the fibula، مثل ما شفنا قبل شوية وقلت لك من تنكسر الفيبولا شيء يصير عندك، من الممكن أنه يتأذى الكامون peroneal nerve، superficial أو الديب، عموما كلهن يتأذن ممكن زين. It descends between، راح يمشي بين عضلتين peroneus longus والperoneus brevis، يمشي بيناتهم. And in the lower part of the leg it becomes cutaneous، آخر شيء من ينزل بالأخير وهنا أنا تقريبا راح يصير كيوتينس، يغذي شو اسمه اللي هذه، يمكن انا حاط لك اياها، اها هاي الصوره زينه هي، شوفه سوبرفيشال بيرونيال نيرف، شوفه شيء يغذي تقريبا اغلب الاصابع مال الرجل باستثناء
هاي المنطقة الصغيرونة اللي بين الأصبع الأول والأخير، الأول والثاني، واللاترال سايد مالت الليتل تو مال الأصبع الصغيرون هماتين هو ما يغذيهم، الباقي هو يغذي. زين تبقى برانش، ها البرانشات مالت السوبرفيشال بيرونيال ماسكولار برانشز هماتين برانشات للعضلات، نفس الكلام ده ينعاد على كل الكومبارتمنت. ماسكولار برانشز المنيطي للعضلات اللي هي بيرونس لونجس وبيرونس بريفس. زين الكيوتينيوس medial and lateral branches are distributed on the skin of the lower part of the foot. آخر شيء اللي هي النهاية مالته مالت السوبرفيشال راح ينقسم إلى medial و lateral branches. راح تغذي لك lower part of the foot, front of the foot. زين وكذلك هماتين الدورزم of the foot. ماشي؟ فتغذي لك هذه اللي احنا حكينا عليها بداية المحاضرة. ماشي superficial peroneal قلنا يغذي lateral side مالت الليج interiorly، وكذلك هاي شويه او مو شويه اللي هي هوايه مالت الدوسم او ذا فوت اللي هو ظاهر القدم يعني وليس باطنها. زين in addition branches supply the dorsal surfaces of the skin of all the toes. كل الاصابع تغذي لك اياها باستثناء قلت لك المناطق adjacent sides مالت الفيرست والسكند تو، هاي المكانات القريبه مالت الاول والثاني هذني مو هو يغذيها، هذه يغذيها deep peroneal. اوكي باقي الاصفر كل اللي تشوفه يغذي لك اياه superficial عدا هماتين منه الاستثناء الثاني اللاترال سايد مالت الليتل تو جزء اللاترال او الجانبي مالت الاصبع الصغيرون. زين the back of the leg كملنا هسه بعد راح نسولف على ال posterior compartment. اوكي هاي هنا راح نسولف على هي مو هاي هاي lateral side lateral view خلي اشوفك posterior compartment على اصولها. طبعا هذا ذات باو على هذا منو هذا؟ هذا ال small saphenous vein هذا اللي يمشي ويمشي behind the lateral malleolus بعدين اخر شيء وين يطب هنا يخترق ويطب لل popliteal vein. هذه زينة هاي خوش صورة لل posterior compartment. من راح تجي تباوع أول عضلة بال posterior compartment of the leg راح تلقى الجاسترونيميوس اللي هي عبارة عن two heads medial head و lateral head. أوكي تشيلها شلناها راح تلقى جوا أكو soleus muscle اسمها. زين السوليوس ماسل اكو عضله اسمها بلانتاروس يمكن سولفنا عليها بالمحاضره مالت الني جوينت اعتقد اللي هي هذه صغيرون العضله واخر شيء راح تكون عباره عن تندن بلانتاروس ماسل. طبعا احنا هسه من نسولف على السوبرفيشال جروب ليش؟ لان احنا سولفنا قلنا انه البوستيريور كومبارتمنت تنقسم الى ديب والى سوبرفيشال. السوبرفيشال هي عبارة عن ثلاث عضلات جاسترونيميوس هي والتو هيدز مالتها يعني تكون لك الجاسترونيميوس والسوليوس هذه العضلة والبلانتاروس هذه سوبرفيشال جروب. والديب جروب هسه نحكي لك عليها اشوف لك صورة واحكي لك عليها. وهاي خوش صورة هاي قاصي لك الجاسترونيميوس التو هيدز مالتها وهاي السوليوس وهاي البلانتاروس اللي هي عبارة عن تندن اغلبها بس فوق عضلة. زين خلي عفوا نسولف على الكيوتينيوس نيرف اول شيء كالعاده وهو يمكن انا اكو صوره هماتي انا اخذتها الكيوتينيوس انوفيشن مالت البوستيريور فوت اللي هي يفترض هذه اي هاي ده احاول شويه يعني ابعدها بس نفس الوقت او لا يعني خليني ارجع يمكن كان اكو صور زينه بمحاضراتكم اتصور يعني اعتقد اللي هي بس خلي القاها اني اي هاي الصورة يعني زينة حتى لا تدوخك بهذيك الصورة مالتي اني بس هي الصورة مالتي التوالي وتالي يعني لازم تحفظها بالمناسبة يعني بس هسه مبدئيا يعني شوي شوي خلي اخذها يعني وبعدين على ما تكمل عندك الصورة. Posterior cutaneous nerve of the thigh هذا ال posterior cutaneous nerve of the thigh اللي احنا مسولفين عنه سابقا يغذي لك اغلب الثاي وينزل جوه يغذي لك هماتين منطقة البوبليتيال فوسي وشوية من الابر بارت مالت الليج مال ال posterior leg. اوكي
descends on the back of the thigh, خلف الثاي, or in the popliteal fossa. حتغذي لك, it supplies the skin of the over the popliteal fossa and the upper part of the leg. هاي مثل ما حكيت لك هذا الأزر. زين, اللاترال كيوتينس نيرف اوف ذا كاف هذا برانش يطلع لك من الكامل بيونير نيرف. هذا يسوي لك سبلايمنت المن للسكن اون ذا ابر بارت اوف ذا بوستيريور لاترال سيرفيس اوف ذا ليج. يحكي لك على هذا الجزء الجوزي. اوكي, هذا منو؟ لاترال كيوتينس نيرف اوف ذا كاف. زين, شورال نيرف هذا الاحمر اللي دا تشوفه, شورال نيرف A branch منين جاي؟ من التيبيال نيرف. التيبيال منين جاي؟ من السياتيك نيرف. زين, supplies the skin on the lower part of the posterior lateral surface of the leg. هذا الجزء الجواني على ال posterior lateral surface. زين, والسافينس نيرف اللي هو هذا اللي احنا سابقا قلنا هذا ويا من يمشي يمشي ويا الجريت سافينس فين. هاي الجهة يغذي لك اياها منو؟ سافينس نيرف. A branch of منين جاي؟ من الفيمال نيرف. Gives off a branches that supply the skin on the posterior medial surface of the leg. اللي هي هاي الجهة, posterior medial surface. زين, الفينات مالت posterior compartment منو؟ small saphenous vein. اللي قبل شوي أنا شفت لك هاي الصورة مالته, هذا small saphenous vein هو اللي يغذي لك posterior compartment. وهو همتين بي برانشات بالمناسبة طبعا. زين, منين جايك؟ arises from the lateral part of the dorsal venous arch. الفينوس arch اللي احنا حاكين عنه بالمحاضرة السابقة موجود بالفوت. اوكي, اللاترال سايد مالته يطلع من عنده منو؟ small saphenous vein. زين, it ascends behind the lateral malleolus. هماتين قال لي يمشي خلف اللاترال malleolus بينما الجويت يمشي امام الميديال malleolus. زين, ويا من يمشي السمول؟ in company with chural nerve. دائما لازم تعرف كل من يمشي ويا منو؟ الجويت saphenous vein يمشي ويا السافينس نيرف, السمول سافينس فين يمشي ويا الشورال نيرف. اوكي, هذاك يمشي امام الميديال ماليولس, هذا يمشي خلف اللاترال ماليولس. اوكي, زين, it follows the lateral border of the tendo calcaneus. هذه يحتاج لها تشوفها اللي هي هذا التندن بالمناسبه, يعني calcaneal tendon يسموه, يعني او يسموه Achilles tendon اللي هو وتر مال وتر, يمكن وتر بالعربي اللي هو تندن, وتر مال اخيل, هاي يعني شو اسمه الاسطوره مال طواده وكذا, وهذا اللي كان على اساس ما يموت بعدين من ضربوه, يعني بس انضربوا هنا لانه امه من سبحته بالمي المقدس على مود لا يموت, كانت لازمته من هاي المنطقه, فهاي المنطقه مات هذا التندن ملاح المي المقدس فضربوه سهم وهنا وقع, يعني اللي شايف فيلم تروي يعني يعرف الفكره كلها. المهم حد زايد هذا الكالكينيال تندن هو يمشي على اللاترال سايد مالته من هو الفين دنسولف. And then runs up in the middle of the back of the leg. راح يمشي بالنص, يمشي من هنا, لا هاي شوية رسم مو صحيح, الشخبطة مو صحيحة بالأحوال, مو رسم هي, يمشي على اللاترال سايد وآخر شيء هنا راح يجي ويطب وين؟ بهنا المنطقة بالبوبليتيال فين. زين, the vein pierces the deep fascia, راح يخترق الديب فاشيا between the two heads of the gastrocnemius, بين الهيدات اثنيناتهم, when in the lower part of the popliteal fossa. عفوا كل حاجي هذا احنا. زين, اخر شيء وين ينتهي؟ بالpopliteal vein, يطب ويصب بي. This small saphenous vein has numerous valves along its course. هذا الفين يحتوي على فالفات هوايه, لان هو ليش؟ هو اصلا دا يمشي عكس الجاذبيه. فيحتوي على فالفات, الفالف يعني معناته شو اسمه؟ صمامات, صمامات على مود يعني يصعد الدم ما ينزل. التربيوتريز مالته اللي هن معناته الروافد اللي تصب بي. زين, نيومرس برانشات, نيومرس سمول فينز فروم ذا باك اوف ذا ليج, واكو هماتين كوميونيكيتنج فينز, يعني فينات تربطه ويا الفوت, وذ ذا ديب فينز اوف ذا فوت. وعندك هماتين انستموتيك برانشز, برانشات اللي يمشن ميديالي, يمشن على الميديال سايد. يعني هسه هذا اذا فرضنا هنا السمول سافينس فين, فاكو من عنده راح تكون انستوماتيك برانشز رايحات المن للجريت سافينس فين ذات وانز اب اند ميديالي تو جوين ذا جريت سافينس فين. زين, بالنسبه للمود اوف تيرمينيشن, النهايه مالت سمول سافينس فين بها يعني فاريشن, بها تنوع.
ماشي، يعني بين بشر وبشر حسب، مو دائما هذا الشيء ثابت. زين، من الممكن انه طوب البوبليتال فين، it may join the popliteal vein. زين، it may join، من الممكن انه لا تصب بالجريت سافينس فين. زين، او مرات لا تنقسم الى قسمين، الى برانشات اثنين، واحد يطب بالبوبليتال فين وواحد يطب بالجريت سافينس فين. فهذا الفاريشن، مره بالبوبليتال قبل ومره بالجريت سافينس ومره لا، تنقسم قسمين وكل قسم يروح بش اسمه بواحد. زين، الليمفاتيك فيزلز تقريبا اهمات يعني مو ذيك الاهميه كالعاده. Lymphatic vessels from the skin and superficial fissure of the back of the leg drain. وين راح تصب؟ هذني الأوعية اللمفاوية. Upward, drain upward and either راح تصعد فوق. Forward and the medial side of the leg to end. وين تنتهي؟ هاي أريدك تقرأ لي النهاية مالته. وين تنتهي؟ بالvertical group مالت superficial inguinal node. المجموعة الvertical السطحية مالت superficial. أو من الممكن وين تصب؟ بالpopliteal node. فممكن هينشي وممكن هينشي. دائما أنت أريدك تركز على relationات من يكون هذا lateral to هذا، هذا medial to هذا، هذين الشغلات اللي هن يجنك. بينما هاي السؤال في الشسمة يعني مو كلش هاي منطقة أقبس، هذا من الشغلات اللي أنا حاط لك عليها الخط جواها، أنه lymphatic vessels مات posterior leg وين تصب؟ بالvertical group مات superficial inguinal nodes، أو تصب بالpopliteal nodes. فضلت واحد تقرأ باقي الحشو. زين، الكونتنتس مالت البوستيرير كومبارتمنت مالت الليج، منو المحتويات؟ اولا عندك ذا ديب ترانسفيرس فيشيا اللي انا شوفت لك اياها بالبدايه، هذه خليني نرجع هذه نكبرها، هاي اسمها ديب ترانسفيرس فيشيا. از ا سبتم، هي عباره عن سبتم ذات ديفايدز، راح تقسم لك المسلز مالت البوستيرير كومبارتمنت الى superficial وإلى deep. okay، هنا أنا راح تكون deep وهنا أنا راح تكون superficial. the superficial group of muscles منو؟ مثل ما قلت لك gastrocnemius, plantaris والsoleus. زين، the deep group مالت المصلات، خلي أنزل جوا وأشوف لك إياها، بس كون أنا شفت طبعا صورة بس خلي ألقاها، اللي هي الديب posterior. هذه زينة، هاي خوش صورة، أنا أحب الصورة هاي تبسط لك إياها، وحتى علي تبسط حقيقة، لأن هنا دائما هوسي من تباوع لهن هيجي، من راح تباوع الديب هاي سيدا مباوع لهن. عندك منو؟ عندك البوبليتيوس طبعا اللي حكينا احنا عليها بالني جوينت هذه، وقلنا هاي شغلتها تفتح اللاك، انت من تفتح تسوي اكستنشن لرجل مالتك هذه راح تقفل الني جوينت مالتك، فمن يفتح البوبليتيس مصل. زين، هذه واحدة، وعندك التيبيالس بوستيريور، وعندك فلكسر ديجيتورم لونجس وفلكسر هولسيس لونجس. خلينا نقراهم، بوبليتيس، فلكسر ديجيتورم لونجس، فلكسر هولسيس لونجس وتيبيالس بوستيريور، هذان الأربع عضلات النملات الديب فيشال كومبارتمنت أو دي بوستيريور كومبارتمنت. يعني blood supply من يغذيها البوستيريور تيبيال ارتري. اوكي، من البوستيريور تيبيال ارتري اللي هو البرانش مالت البوبليتيال. زين، النيرف منو؟ تيبيال نيرف اللي هو يعتبر تيرمينال برانش مالت السياتيك نيرف. زين، ملاحظه muscles of the superficial، ملاحظه على المسل مالت superficial facial compartment superficial group together soleus والغاستونيميوس اللي هن هذني، هاي الغاستونيميوس وهاي السوليوس، شي يسوون؟ and plantar، plantaris ولكن بشكل اقل، تشتغل كpowerful plantar flexor. من تريد تلعب سلة وتقمز، من يسوي لك هاي plantar flexion اللي قلت لك عليها هستوني؟ هذه يمكن الصورة، هاي الدفعة plantar flexion، من تريد تقمز، من تريد تدوس البنزين، من يسوي لك اياها؟ هي السوليوس والغاستونيميوس، هو بشكل اقل كلش البلانتاوس، ان ذني السوبرفيشال مسلز. زين، as powerful plantar flexor at the ankle joint they provide the main forward expulsive force. من انت تمشي، من اللي يعطيك هاي القوه الدافعه للامام؟ ان هذني العضلات، ان provide the forward expulsive force، هاي نسميها قوه الدافعه الاماميه. in walking and running، من تركض، من تمشي، من تقمز هماتين، by using the foot as a lever، تشتغل الرجل كlever يعني مثل العتلة. and raising the heel of the ground، تشتغل هماتين انه تشيل لك الهيل الكعب، من شو اسمه، توقف على اطراف اصابعك،
من يخليك توقف على اطراف اصابعك هن الجاستونيميوس والسوليوس والبلانتاوس، ترفع لك الكعب من القاع. زين المسلز مالت البوستيريور فيشال كومبارتمنت اوف ذا ليج، الديب جروب ملاحظه عليها، البوبليتيس مسل واحنا حكينا عليها سابقا، هاي اللي هي هاي العضله احنا حكينا عليها سابقا، قلت لك هي اللي تسوي لك انلوكينج تفتح النيو جوينت. Arises inside the capsule، قلنا نص الكبسول مالت النيو جوينت وعلى اخره، وتصعد يصير بها انسيرشن بالابر بارت مالت البوستيريور سيرفيس مال التيبيا، والتندن مالتها هنا راح يفرق لك او يعني يعزل لك اللاترال ليجمنت مالت الني اللي هو هذا، هذا اللاترال ليجمنت يكون من هنا جاي ماشي يعني، وعندك هماتين جوا اكو فشي نسميه لاترال منسكس داخل النيو جوينت، مو موجود بهاي المحاضره عشان حكيت لك عليها من جديد، بس انا حاكي بالمحاضره السابقه فارجع لها وتذكرها. فمن يفصل لك هذه عن هذه هي التندن مالت البوبليتيوس. زين so that the meniscus is not tethered، وبذلك المنسكس ما راح يكون لازق باللاترال ليجمنت، واحد مفصول عن الثاني ويتحرك هماتين براحته. To adapt the surfaces of the condyles of the femur and the tibia على مود يتحرك براحته. البوبليتيس كذلك هماتين مسؤولة عن شنو؟ عن unlocking، فتح النيو جوينت. لما تسوي extension للنيو جوينت راح تقفل، من يفتحها البوبليتيس اللي تخليك تفتح النيو جوينت مالتك. زين artery of the posterior facial compartment of the leg، من الارتري هو posterior tibial artery، وحكينا عنه يعني تقريبا احنا هواية بما فيه الكفاية، بس همانتين لا ضير انه اشوف الكياها من جديد. همانتين posterior tibial artery اللي هو هذا، هذا posterior tibial artery هذا على طوله ماشي، وهذا مال تلبرانش fibular artery او peroneal artery. زين the posterior tibial artery is one of the terminal branches مالت من مالت البوبليتيال artery. It begins at the level of the lower border of the popliteus. هنا جوا البوبليتيوس يمكن ما موجود الصورة، اي بس هو حالة حالة شو اسمه حالة حالة الانتيريور tibial artery جوا البوبليتيوس مصل، راح يبدي وينقسم يعني يصير البداية مالته. And passes downward deep to the gastrocnemius and soleus. يمشي كلش عميق هذا بحيث يكون جوا الجاستونيمس والسوليوس مصل. And the deep transverse fascia of the leg. جوا الفيشي، حتى هاي الفيشي اللي تشوفها انت هذه transverse fascia هو يمشي deep to it جواها هماتين. It lies on the posterior surface of the tibialis posterior. طبعا التبيالس posterior تقريبا تكون هنا، فالارتري يمشي هنا على posterior surface مالتها دا يمشي. زين above and on the posterior surface of the tibial below. فوق يكون على التبيالس posterior، وجوه راح يكون على posterior surface مالت التبيه، على السطح السطح الخلفي مالت عظم التبيه. زين in the lower part of the leg، خلي نوخر هذه. In the lower part of the leg the artery is covered only by the skin. جوا كلش الارتري راح يكون كلش superficial، مغطى فقط بالسكن، فحتى تقدر تتحسسه بالمناسبه يعني، واحسن مكان تتحسسه هو خلف الميديال ماليولس. تقدر هسه تمد شو اسمه اصبعك يم الميديال ماليولس شويه تنزل جوا، هسه اشوفك بهاي الصوره، هذا الميديال ماليولس ماشي، بس تمد اصبعك هنا تقدر تتحسس البولس مالته مالت منو البوستيريور تيبيال ارتري. كلش حلو كلش واضح يعني. passes behind the medial malleolus deep to the flexor retinaculum، جوه الفلكسور retinaculum هذا. and terminates، اخر شيء راح نقسم الى medial والى lateral plantar arteries. زين البرانشات اول واحد منه راح يكون قلت لك اللي هو البيرونيال artery او fibular artery، خلينا نشوفه. هذا اول برانش هو هذا fibular artery او peroneal artery. زين وين احنا هسه؟ which is a large artery that arises close to the origin، يم الاوريجن كلش يم البدايه مالته راح يطلع لك هنا. او the posterior tibial artery it descends behind the fibula، ده يمشي هنا خلف الفيبيولا هذا مثل ما تشوف. either within the substance of the flexor hallucis longus، ممكن انه يمشي بنص الفلكسر hallucis longus او
خلفها or posterior to it. The peroneal artery gives off numerous muscular branches. يطي برانشات هواية. And the nutrient artery المن للفيبيلا يطي muscular branches للعضلات يطي همتين nutrient branches المن للفيبيلا تغذي العظم نفسه هو. وآخر شيء and ends by taking part in the anastomosis around the ankle joint. آخر شيء ينتهي يسوي لك anastomosis بالankle joint. زين perforating احنا قدرنا قبل شويه اكو برانشات نسميها perforating تطلع من عده تخترق الانتروسيس ممبرين وحتى تخترق هماتين السبتم والبوستيريور سبتم وتعبر على مود تروح للفرونت اوف ذا ليج او ممكن انه تروح لللاترال اكثر شيء لاترال ليج وتغذي لك شو اسمه بيونيس لونجس والبيونيس بريفس. بعد من البرانشات مال شو اسمه البوستيريور تيبيا بدنا نحكي عليها منو muscular branches بكل بساطة عضلات أو عفوا برانشات مالت arteries تغذي لك العضلات مالت البوستيريور compartment فضلت واحد زين nutrient artery المن للتيبي هماتين anastomotic branches للانكل جوينت وآخر شيء احنا قلنا أصلا فوق هنا شو راح تنتهي إلى medial lateral plantar arteries آخر شيء medial and lateral plantar artery اللي هنا ذني تكون هذا النهاية هذا الميديال بلانتر ارتري واللاترال بلانتر ارتري هي هاي النهاية مالت من مالت البوستيريور تيبيال ارتري. زين بالنسبة للفينات فنفس الفكرة فيني كوميتنت اوف ذا بوستيريور تيبيال ارتري الفينات المصاحبة للبوستيريور تيبيال ارتري راح يسوون جوينينج ينضمن اوف ذا جوينز ذوس اوف ذا انتيريور تيبيال ارتري تنضم ويا الفينات اللي يمشن ويا الانتيريور تيبيال ارتري بالبوبليتال فوسع على مود تسوي لك بوبليتال فين فنفس الكلام هو عبارة عن فين ولكن عكس الكورس مالت الارتري. زين nerves of the posterior facial compartment of the leg منو العصب اللي يغذي لك posterior facial compartment tibial nerve ماشي. فإذا هسه إذا أريد شوي أذكرك هنا ثلاث compartmentات إذا أريد أحكي لك إياها بالعربي الكمان بيونيال نيرف راح يعطيك الديب والسوبرفيشال الديب راح يروح للانتيريور كومبارتمنت السوبرفيشال راح يغذي لك اللاترال كومبارتمنت زين وعندك بعد منو عندك التيبيال نيرف اللي هو راح يغذي لك البوستيريور كومبارتمنت لان كل هن منين جرات من السياتيك نيرف يعني التيبيال والكمان بيونيال من السياتيك الفرق انه الكمان ينقسم الى سوبرفيشال والى ديب. زين تيبيال نيرف طبعا انت لازم تتحملون صوت الاسعاف بعد قلت لكم انا بنص المستشفى. المهم تيبيال نيرف ذا تيبيال نيرف از ذا لارجر تيرنال برانش اوف ذا سياتيك نيرف هو البرانش كلش كبير مالت السياتيك نيرف ان ذا لور ثيرد اوف ذا باك اوف ذا ثاي تقريبا هنا بالثلث الجواني مالت الفخذ هنا هو راح يصير الانقسام. It descends through the popliteal fossa يمشي بالpopliteal fossa and passes deep to the gastrocnemius and soleus muscle يمشي لك يعني هو تقريبا حاله حال الارتري بالمناسبه يعني حاله حال البوستيريور تيبيال ارتري اللي استونا حكينا عليه يمشي جوا الجاسونيمس وجوا السوليس مسل. It lies on the posterior surface of the tibialis posterior حاله حال الارتري نفس الفكره هذا كم كان قاعد على posterior surface مالت التيبيالس posterior. زين and lower down on the leg on the posterior surface of the tibia جوها ماتين وين راح يكون على السيرفس مالت التيبيا حاله حال الاوتر بالضبط. The nerve شنو هنا راح يقول لك the nerve accompanies the posterior tibial artery يصاحبه ويرافقه يمشون سوا and lies at first on its medial side بالبدايه راح يكون على الميديال سايد مالته then crosses posterior to it بعدين راح يكون خلفه finally راح يكون on its lateral side. فهذه انا اصلا حاول لك اياها بالازرق انا مو تنتبه لها بالبداية راح يكون medial بعدين راح يكون posterior to it للartery بعدين يكون lateral to the artery. The nerve with the artery passes behind the medial malleolus هنا أنا جو آخر شيء هذه هنا أنا باوع لي هذا الartery ومنه هنا أنا خلفه أو lateral to it اللي هو النيرف. شوفهم كلهم ماشيات جوا ال شو اسمه الفلكسا وتيناكلم behind the medial malleolus. هذا عند بوسيوس هو نحط كل حكينا the nerve with the artery passes behind the medial malleolus between the tendon of the flexor digitorum longus and the flexor hallucis longus. ال شو اسمه
يعني افترض اسوي ما ادري حاطي كيال ولا اي هذا في التندن مالت الفلكسر هالوسس لونجس، ومن الامام هماتين التندن مالت الفلكسر وديجيتورم لونجس هذا، شوف في صايرات هن بيناتهم الاوتر والنير بين هذا التندن وبين هذا التندن. بالمناسبه يعني يفضل انه تحفظ عندنا الستركتشرات، مرات يحبون انه فروم ميديال تو لاترال احفظها. من هنا كلش ميديال راح يكون التندن مالت تيبيالس بوستيريور بصفه، التندن مال الفلكسر وديجيتورم لونجس بصفة الأوتري posterior tibial artery طبعا، بصفة الفين posterior tibial vein، بصفة النيرف tibial nerve، وآخر شيء tendon of flexor hallucis longus. فيعني أحفظهم أحسن خاف بهن لأن بهن MCQ حقيقة حين كانوا يجيبوننا عليها. between كذا وكذا هذا حكينا it is covered here by the flexor retinaculum، هذا هنا يغطيه الفلكسر retinaculum and divides into medial and lateral plantar nerves. آخر شيء هم ينقسم حال حال الأوتري إلى medial وإلى lateral branches. زين البرانشات مالته حاله حال تقريبا الارتري هو عصب هماتين يعطيك ماسكلا وبرانشز برانشات تروح للعضلات المن للسوليوس فلكسر ديجيتورم لونجس فلكسر هلسس لونجس تيبيالس بوستيريور عضلات هو ماسكلا وقبل وكيوتينيوس اللي يعطيك الميديال كالكينيال برانش اللي راح يعطيك او يغطي لك الميديال سيرفيس مالت الهيل الكعب مالتك الميديال سيرفس مالته يغطيك اياه. طبعا ماكو صوره ما لقيت يمكن صوره له زين. ويعطيك هماتين ارتكيلار برانش المن للانكل جوينت بما انه قريب على الانكل جوينت فيعطيها تغذيه عصبيه. واخر شيء ينتهي بميديال ولاترال بلانتر نيرفز وشكرا جزيلا.